عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك بعيدكم، الله يعودكم على هالأيام. كل سنة وكل حول وانتم فرحانين ومسرورين، يرزقكم من حيث لا تحتسبون. مبارك بعيدكم كلكم كلكم، ما حد دون عن الثاني، اللي في الدولة واللي خارجها واللي شرقها واللي غربها. ويبارك فيكم يا ربي، يطرح البركة في ذريتكم ويخلف عليكم حتى ما طعيج البعض تيرهم ذي بعضها ويه حين شكله. اي والله حيجر نزيد السفر ما بطاعي تركب الحين محتاس ما تعرف ليش قايد. المهم مبارك عيدكم يلي داخل الدولة ويلي خارجها، يلي في السفارات ويلي في الوزارات ويلي قابضين دوامات ويلي كلكم، ما حد دون عن الثاني. قبل هذا كله أزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره، وإلى أنجاله الكرام وأحفاده وأخوانه الشيخ وحكام دولة الإمارات وأولياء العهود، والشيخ محمد بن زايد وأم الشيوخ الشيخة فاطمة بنت مبارك والشيخات وأنجالهم وأحفادهم وزوجات الحكام وزوجات أولياء العهود وأنجالهم وأحفادهم وحكام دول مجلس التعاون وحكام الدول الإسلامية والأمة الإسلامية شرقها وغربها، وتحفظ شعب الإمارات وتحفظ كل مسلم في هالدنيا العودة، وتبارك في الناس كلها وتطرح البركة في الناس كلها وترفع عنا البلاء والوباء، ويجعل الله إن شاء الله أيامكم كلها أفراح وعياد. يعودكم إن شاء الله على هالأيام المبروكات إن شاء الله كل سنة وكل حول وانتم فرحانين ومبسوطين ومبسوط ومسرورين وكل خير يكون عندكم يا رب العالمين، ولا يكون عليكم لا قاصر ولا ناقص ولا تشكون من باس يا رب العالمين، ويبعد عنا كل شر وضر ويغفر الموتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين، ويحفظكم ويحفظكم لحد يسير ولحد يقرروا في بيوتكم. ضيوفكم اللي عندكم في البيت، هاي ضيوفكم اللي عندكم في البيت، من عيال من حريم حريم عيال ريال بنات اللي عندكم في البيت ليد العام، هاي ابو ضيوفكم غير لحديكم. فكوا عماركم وصدعوا الديان وباركوا العرب كلها بالتليفونات، لحد يسير ولحدي الوقت ابوي عوف. يوم يقولك الوقت عوف، هذا هو الوقت عوف، حين الوقت عوف الايام لين يسيرون ويقولوا لكم اظهروا هاي الساعة انفر يا حاج، كلنا ابوي ينقز على كراع، لكن الحين ابوي كلن يلزم بيته وكلن يلزم مكانه، ولا تصيرون لا شرق ولا غرب، ما حد عليه شرها ولا حد بيتشرح عليكم ولا حد بيقول ييتوا ولا ما ييتوا. مبارك عيدكم يا احلى متابعين، مبارك عيدكم يا الغالين، مبارك عيدكم يا اخير ناس في الدنيا العوده كلها، ان الله يحفظكم يبارك فيكم ويبعد عنكم كل شر وضر. متابعيني الاعزاء افرحتوني بتجاوبكم، افرحتوني بمتابعتكم، ادخلت السرور الى قلبي وقلب عائلتي وقلب كل احبابي، وتجاوبكم هذا انا لا اقدره بثمن، لا يقدر بثمن، يعني لا انا ولا غيري روم يازيكم على تواصلكم هذا متابعتكم اللي لو ما بنت وانا ما كنت ولو ما بنت وانا ما استويت ولا تستمريت ولا شياته زين هناك زين. هي والله والله يفرحكم اليوم ودوم يا ربي، ويجعل عوامكم عوام عديدة وسنينكم سنين مديدة يا ربي، يحفظ أمهاتكم وبهاتكم وعيالكم كلكم يا الفلوورز يا المتابعين اللي داخل الدولة وخارجها من صغيركم لين كبيركم. نحن هل جايين من كم من يوم ما أخذت ولا شيء على فكرة من السوق، كل ما البلاش كل ما البلاش ولا أخذت شيء، كل ما البلاش هل يشوفونه ها كل ما هذا تعرفون هذا شو هذا الطلوع طلوع سعيد بن مبارك بن سعيد بن عبد الجليل الفهيم ها حاطين ابوي الفواله فوالتنا مال بيتنا فواله طلوع هذا فنان وغاوي ما شي شراته العظيم وشيء وفوالتنا ها ابن بني الدير يلا انا هاي فواله البيت ها كم كم الو كم كويكلي كويكلي اوبن اوبن ذيس بنرويكم فوالتنا هاي فوالت العيد عاد هم من العادات والتقاليد يلا اوكي كويكلي هذه هريسه يلا كويكلي كلوز اوبن هذا خمير يلا بسرعه بسرعه هذه خبيصه عرض حين بر وهذا بلاليط وعلاقه وهذه هذا باجله
وبعد ترى بالعادات والتقاليد الفريد، الفريد لابد ولا أدر منه، من العادات والتقاليد، من الموروث، من الموروث والعدد الفريد، فريد يوم العيد هذا كريوق. أقولكم ضيوفي، ضيوفي ضيوف العيد، هذا ضيوف العيد. شامبي نعم شوفي منو؟ شوفي كل شفيق كول، شفيق كول وشامبي، وهذاك سعيد بن خالد وأحمد بن خالد ومنهل بن إبراهيم، وهذا حفيظ هريس رشيد نسيت محمد خان عناية خان صاحب صديج أكبر أكبر الله. شو اسمك كامل؟ عناية شاه، عناية شاه دولة شاه دولة خان أكبر صاحب صديج، هذا هو اسمه روحه، هذا عناية شاه أكبر منو؟ صاحب صديج. هي لحد يقول محب قال لا تبون أبو حد ييكم ولا تخلون بحد يوطوط جل بيوتكم، ضيوفكم اللي عندكم في البيت من ولد ومن بنت ومن أخت ومن أخو ممنوع الزيارات. ليه؟ الله براي بين الله سبحانه وتعالى فكنا من هالصدع والديانة وعقب يتبدل من حال بيازمون هذه الجماعة اللي عندنا وغيرهم. ليه بأي حياة؟ لكن الحد الحابر ما حد أبوي هي عند حد، وخلصة شوية لحد يصير عند حد ولا حد يجي عند حد. الحين في الوقت الحاضر ماشي يصير ولا شيء ييت الأمور طيبة، اكتفوا باللي عندكم من عيال من بنات. هذا ما شاء الله، هذا رجال وهذاك رجال وهذا رجال، ما شاء الله مستوي عليهم رمس وسولف لما زين للطقم. يا سلام يا سلام، ينو برنامج بنات عبد العزيز شربت، عبد الغني، عبد الغني شربت. ها سي اول توجذر، الشور شورك يا يبه والامر امرك يا يبه. شو الشور شورك يا يبه والامر امرك يا يبه. شور شورك يا يبه والامرك يا يبه. ثلاث مرات. شور شورك يا يبه والامرك يا يبه. شور شور امرك يا يبه. شور شور امرك يا يبه. تك 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 يا بس ما شي فايده، سيروا ما شي فايده، انت زيرو زيرو زيرو. شور شورك يا يبه. شور شورك يا يبه. شور شورك يا يبه. صلاح 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 الو الو صبر شويه. قولهم مبارك نعيدكم عيده، قولكم يقولكم صلاح مبارك نعيدكم بركاتي. صلاح مبارك نعيدكم بركاته. مقال عيدي قوي. لا عيدي باقي مبارك نعيدكم. عيدك عيدكم مبارك. مبارك عيدي. لا عيدكم مبارك. مبارك عيدكم. عيدي عيدكم؟ عيدي ما عرف ما عرف شو هذا؟ ما عرف. عيدكم مبارك. مبارك مبارك عيدكم. عيدي مني عيده؟ مني عيده؟ ما عرف قلب عيد مسالم؟ توفت من سنين. سير دبي ولا لا؟ ايه متى؟ من كمه؟ لا الأسبوع الجاي بنسير دبي الاثنين ثلاثة. يوم بتخف العرب حينه ما شاء الله دبي يقول لك أبوي ما تنطح خلق الله ما خلق يا غير طر الجربة أسم. هي بنسير دبي. إيه؟ بنسير دبي أبوي يوم بتخف العرب الحين ما برو لا شيء فندق خالي ولا شيء مكان فاضي ولا شيء مكان رومسي بني علي اللي بعد المطاعم مزرة ولا المولات مزرة والفنادق مزرة واللوبيات مزرة والكافيهات مزرة وصراحة أبوي ما يعيبه الزحمة. لا ما على زحمه هي أدريبك أدريبك هذا ويكون هنا بيصير كوفي ما يبلى روحه فيه. ترتيب كيفك حنك نيح نيح ولا مش منيح نيح. صلاح صلاح كيفك نيح. ترتيب صلاح اليوم من زاجك رغب واحد دخلت ولا بعك خلاص صلاح هذا شو ترحين ما يعرفه هذا شو صلاح موبايل. ها موبايل وين الموبايل هذا؟ هذا مش موبايل هذا كبر على الموبايل. هذا الموبايل هذا ابويا هاي عيدي يا صلاح. هاي هاي عيدي يا صلاح. الله مبروك مبروك مبروك. لا لك لا خليك حين على تليفونك هذاك لين نسير ويقولون لك الارقام ويجهزوا لك كل شيء وخلاص.
زين مبروك كونجراتوليشن كونجراتوليشن قسم ايه مبروك مبروك يا صلاح هذا الكبر ماله وين بتصير انت بسير خلاص ما بسير لا يمين ولا يسار ترى صلاح سامحونا يا جماعة الخير بيت حياة عبد الجليل وبيت عفرة المسعود الله يحفظها والبيوت اللي ضاريكم كل سنة صلاح السنة قلنا حق صلاح لا تسير لهم ترى أبوي تباعد وممنوع أبوي حد يحد وصلاح قول سلام عليك يا بنت محمد قول هاي عفرة المسعود سلام عليك سلام عليك يا رئيس بالدرويش أنت وهل بيوت كلكن ها وسلام عليك يا بيت زنيد انزين صلاح قولهم عيدكم مبارك بعد ترى ما بسير لهم يلا لا ما شاء الله تبارك الله محمد داني فديتك فديت هالبشت فديتك فديت وجهك اي محمد محمد بن احمد محمد بن احمد بن خالد بسم الله عليك الرحمن الرحيم بعد ليش عاد بس والكشخة دقيقتين الله 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 يا عذرة بعد مصيصة مصيصة وبشت ودنيا شو نعاد يا سلام يا سلام على المندوسة شوف شو رابوني ارفع عندك ندورة النعال النعال يا سلام يا الله 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 لا خليت من هالوي ديتك انا فديتك ديت ابوك انا فلايكس ما بمتفيج يبي يرقد الرقاد اللي في الدنيا كله فيه بخير يا ابو راشد ابو راشد الله ابو محمد هالغالي انا يا اسجلك الحين لكن ما بنزل لين تقول لي نزل والله يا طويل العمر صاحب الحلال مثل ما يقولون لا خلينا منك ابو راشد مبارك عيدك بخير وسهاله وسالمين يا اخوي شو اخبارك ان شاء الله بخير الله يسلمك ابو راشد هالغالي تليفونك له معاني كثيره في قلبي انا احبك واعزك عزيز يا ابو محمد اخ عزيز لا خلينا والحن في ايام مبروكه والحمد لله رب العالمين هالسنة بعد فرحتنا اللهم لك الحمد والشكر يعني العيد هذا غير مصلي الحمد لله رب العالمين في المساجد والمصليات اللهم لك الحمد والشكر واستبشرنا خير وان شاء الله العيد الجاي ما في شيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايش حالك ايش حال اهل كلهم خير تم صحه وعافيه ابو راشد الحمد لله خير يا ربي سلم سلم مشكوع على التليفون مشكور واجب الله يغفر لك وفي الوالديك يا ربي امين ويحفظك يخليك يا ابو راشد حبيبي شكرا شكرا اغنيه اهداء للجميع في هالمناسبه الطيبه ايه اغنيه من الاغاني الجيل القديم البلاني شمس بالمطر ليرج بالغربه يسلم الخطا ليرج بالغربه يسلم الخطا البلاني شمس بالمطر دايما الله ليش ولود دايما الله ليش ولود
الصبع شايف شيوبا ويرده بالصبع ورمتني يودا حطاولا الأغاني بمناسبة هالأيام الجميلة قالوا عيد، العيد فرح، والفرح منو عنوانه في الغناء والطرب؟ عبد الله بالخير، بالخير منو يشوف بالخير؟ شوفه روح أيي بالابتسامة وغانيتي بالسعادة، وهو بكبره أيي بالفرح والسرور. مطربنا الحبيب اللي له شعبية في جميع دول العالم، الله يحفظه، وكل سنة هو طيب، وكل سنة وحول، وهو ومن يحب ومن يعز بخير وسهالة. تحية من الأعماق لمطربنا الجميل الحبوب المميز عبد الله بالخير. نعم كلنا نحبه وكلنا نوده، ودوما يدخل السرور والفرح في كل بيت من استوت الدنيا من يوم نحن يهال، وغاني نحبها وغاني خالدة كانت وما زالت. بعد لي ما يطرب حيوان عشوها هاي مصيبة، لي ما يطرب حيوان ما يحب الطرب حنيش يدقوا له موسيقى ويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أقولكم عادة يقولون الهدوء الذي يسبق العاصفة، السكون الذي يسبق العاصفة. الحين يبقى السكون يا من عقب العاصفة، من الصبح قرقعة وصدعوا ديانة والعيد ولا لا 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 لا. الحين سوى سكون، يعني عكس أن السكون يسبق العاصفة، الحين السكون يا عقب العاصفة، الصبح فرحة العيد وزهوة العيد ويعني وحين عاد الحمد لله رب العالمين. هدوء هدوء، كل راقد وكل طايح وكل ابوي ينبح لجعيونه وكل مركز كريعيناته ويلس، حد ابوي يقرا وحد يطالع المسجات وحد راقد وحد مقيل عني. انا رقد طالت عماركم قبل الظهر بنص ساعه وتوني ناج، كان حد يروم يصلي الظهر الحين هي والله شو اسوي، اكذب اقول صليت ورقدت؟ لا والله صلي رقت، يعني رقت قبل الصلاة، وحين نشيت نشيت وصليت الظهر والعصر والقبول عند الله، شو أسوي؟ راقد، الراقد حال الميت. شكرا يا أبو محمد، شكرا شكرا ثم شكرا. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك. يوسف محمد رسول الخوري، شكرا يا أبو محمد، شكرا شكرا لكم يا لادرخ. شكرا الحلو المميز الشوكولات المميز اللي ماشي شرات الشوكولات في الدنيا العودة، أكيد شكرا شكرا من الأعماق. وشكرا لكل اللي طرت شو ما رمت أصور لأن شيء وايد جاي، وإذا صورت الحد حد بيزعل، هذا عاد أروح توي جاي حين ولا من يومين ثلاثة كلن ينشل. المهم شكرا لكل اللي طرت شو، هي والله شو أسوي بغاية بعد. المهم شكرا يا أبو محمد، لله رب العالمين. السنة رمضان خطف خفيف أبدا، خطف يعني مرور الكرام وسريع سريع ماشي، غمض برج ولنه وقف سبحانك يا رب. واليوم حتى العيد اليوم عادة نصبح الصبح لويوه وارمة والحالة لله، غير السنة لا، يعني شوية حين شوية تورمت عادة لويوه ولويوه غبرت، كيف بنسوي عادة الرقاد 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 ما شاء الله عليك يا الرقاد. يوم يقول النوم سلطة ولا عرقد رقدة من هاي الساعة وتوني واعي، هي والله لكن رقدة رقدت رقدة ولايتية، ما بالرقدة الرقدات العادية لا، من الرقدات اللي ما شيء شراتن، هي والله نشيت بخير وسهالة. هذا العلم عند الله، شو البرنامج اليوم، وين السيرة، وين اليية، العلم عند الله. ما أدري ما شيء عزم لنا حينه، حد بيصير دبي وحد بيصير الشارج وحب يصير راس الخيم وحب يصير الفجير ما في يعني عزم على مكان معين، غير أنا خاطري في البحر، خاطري في البحر وين بسير،
طيب انا الحين ما احب بالمكان اللي فيه زحام وقرقعه وصدع وديان، ما في على الاسواق والمولات والمطاعم وقت الزحمه، يعني انا احب اسير يوم الدنيا مفرزه ما شيء زود اوادم وصدع وديان وايد عاد، وانا كنت بوجف وبسولف ووقف وبسولف. ما كاني سرت، ما كاني سرت ابدا، ما كاني سرت. الحمد لله رب العالمين. المراد ان شاء الله بتكون سيرتي، والله ما ادري لين الحين، بعد بتاكد من الجماعه اللي كان حبه يصير شرق ولا غرب، وبسير وبوافيك بلبس السجدات في الطريق، اكيد برمس وياكم ان شاء الله. بصورك الحين، ها يلا دوري عدال ورده حق اقولهم ان هي عدال ورده الحين. يلا قولي مبارك عيدكم. مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالرزق. في المغرب شو تقولون؟ مبروك العيد. يقولون العواشر. عواشرك مبروك عليك في عاشوره ولا في رمضان. جيب بعد العيديه عاد صورني. زين قولي مبارك عيدكم. بارك عيدكم. هاي الورده لا تحرها، هي اللي جابتنها ابوي، هاي بطرشتنها ام ابراهيم حرام الخبير. احنا الحين شو دخلنا؟ هي لا يعني حسب ما حين وياسر. انت قلتي تعالي تصوري جنب الورد، هي تصور جنب الورد. انزين يعني وانت بعيب تبين ورده؟ الورده جبت الورده اللي في المجلس الكبير. كذابه والله انت بحياتها ما جابت شيء تاكل ما تنكل. هاي بعد جايتنا من عند ام ابراهيم. حرام منهل، هي مدير الاعمال. ما شاء الله وايد الورود اللي جت لك، ما بروم اصورهن كلهن، ما بلازم اعدل اسامي واعدل من وين جايات وما ادري شو كم بوبل. لا ما في علمي لسناك بعد ممزور، ما ادري كل مكان مطرش الورود والتنسيق وما ادري ايش قايل. هذا ابوي كل الترتيب ام محمد، هذا ام محمد العود، ام محمد الصغيره حرمت احمد بن خالد. كل حد له شغله، كل حد وفي البيت قال له شغله. أما محمد عاد ظهره وزليداد، هاي من زمان الزولي ما حد ظهرها، داسين هدس اللي عن الدوس وتخترب. هي والله المراد الأمور كلها طيبة، والعيد كان فنان وخفيف. إيه سلام عليك كرهتي. هي والله كل الترتيب، كل حد مسوي شيء، كل حد مسوي. يا ربي ظلمي، كل حد مسوي شيء، حد معدل شرق وحد معدل غرب، وكل حد له شغلة، ما في حد يعني يلس بدون شغلة، كل حد مسوي شيء. شكرا لكل اللي طرشوا الورود والحلويات وما ادري شو. اي وعايض نطرش جميع الحلوى، صناديج حلوى عايض نطرش. ولا رديت عليه مسج ولا شيء، ياتي سامحني، راسي ممزور، ابوي من الافكار شرق وغرب، وما احط في بالي برد على فلان. يبدل الفنايل، وين الفنايل؟ وين بغرب بالله تكيك محيه انت يا بزمزم، يجيب لي الفنايل. انزين فاللي طرش لي مسج وما رديت عليه، اكيد اني حاط في بالي اني برد وما رمت. واللي بيدق لي تليفون وما رديت عليه، حاط في بالي اني برد وما رديت. واللي بطرش رسالة، كل هالأشياء تستوي المخ الحين معتين عن ترسيان وصدع وديانة. ناهيك عن الحلاوة، وين ما تصد حلاوة، وين ما تصد شوكولات، وين ما تصد حلوة، ها هذا كله مطرش من عند عايض. مطرش هذا كله من عند عايض البريكي، حلوة المزون من عمان الحبيب الغالي، هذا كله مطرش منك. الزين ما طرش إلا الزين، والزين ما يلا من بلاد الزين، وحيني على الزين ليطول غيابه، سافر ولا جاني حتى جواب. هذه هدية عايض البريكي من حلو المزون، من السلطنة الحبيبة لإماراتنا الغالية. هم دوم هم عارفين
ما يقصر بمبارك طال عمره. المراد فهمه من اني انا بفتح لكم الحلوه برميكم حلوى المزوم كلكم تعرفونها، عندهم 20 نوع وكل نوع اخير عن الثاني وكلهم نفس المستوى، مستواهم فل يعني اللي ما فوقه فوق. الدهنه الطيبه، الزعفران الزين، المواد المستعمله فيها ومكشوف عليها من ناحيه النشا، من ناحيه سكرها، من ناحيه دهنها، من ناحيه الزعفران، كل من اجود شيء ومختوم وموقع عند من عندهم من الجهات الرسميه انها هذه من اجود انواع الحلوى. هذا اولا، وثانيا اللي اريدكم تعرفونه ان الحلوى يومتي ناضيه شرات الدهنه لازم تسوي فوق طبقه حافه. هذا الكل منكم الجميع. والحلوى الحلوى الطيب كل من ابطت كل من طابت. الحلوى الناضيه اللي شرات حلوى المزون، حلوى المزون اتي فوقها بعد فترة بعد يومين ثلاثة أيام طبقة ناشفة فوق، هذه معناتها لنضوي. شرات الدهن الطيبة، الدهن الطيبة لازم تسوي فقش من فوق، شرات لافة البصلة من فوق، القشر مات البصل، مع البصل هنموني غير شيء قرص حاف ينقش، هذا معناته أن الدهنة ناضية. كذلك الحلوى يوم تسوي طبقة ناشفة من فوق، لأنها مبني الحلوى الصلاقي اللي فيه شمع واللي فيه محل يغلي من تشوفه لونه يكسر العين من كثر ما هو يتصالق. زين في الحلوى الشابي اللي لونه ما فيه صليج، وتيك الحلوى هالنمونه. هذه حلوى التين عندهم، فهذه حلوات التين. زين والطعم اللي في الدنيا العوده كله فيها حلواتهم مميزه، عندهم لك 600 نوع وكل نوع اخير عن الثاني. فوق على الجيب عسب تطعم هذا الشيء ويغلي له طعم وذوق غير عن الحلوى. احبر بيكم لازم تاخذ لك ابوي لو فنجان الكهوة. هذا رحش المزون، رحشهم غير نمونه. اتحدى اي مكان الدنيا العودة عندهم رحش طعم غريب عجيب يختلف عن أي رحش بحياتكم كلتم فوق. ترى هذا ما بعلان، هذا صفطان من الخاطر لهالعمان، صفطان من الخاطر لهالعمان وعرفان بطيبهم بأخلاقهم وحسن الجوار وحسن الأخلاق ونعم النسب ونعم الهيلة وعيال عم وعيال خال ومن دم ولحم، وتربطنا بيننا وبينهم علاقة قديم من قبل لك 600 سنة. الله يحفظهم ويحفظ عيالهم وذريتهم وبلادهم ويحفظ إن شاء الله سلطانهم الشيخ هيثم، السلطان هيثم ويحفظ إن شاء الله حرمه المصون وعيالهم وذريتهم وبناتهم وكبارهم وصغارهم وكل من وطأت تجدمه. هاي السلطنة الجميلة الفنانة اللي ما شي شرات تدار في الدنيا العودة، الله يحفظها ويحفظ سلطانها ويحفظ سيداتهم وحريمهم وبناتهم وكبار وصغار والسائر وريال وكل الناس اللي في هاي البلاد الطيبة، مثل ما هو في بلادنا الطيبين كلهم. الحين بلاد واحدة في عام مشترك اللي هو اليول والطيب والكرم بيننا وبينهم، وحسن الهيرة وحسن الصداقة من عشرات السنين. شكرا. عيني على الزين يطول غيابه، سافر ولا جاني حتى غيابه حتى جوابه، أي عيني على الزين أي روحي على والزين في عمان. الزين في عمان والشين شرق وغرب، لكن الزين في عمان غرب الله تعدوهم، كل ما فيهم زين، كل شيء عندهم زين ومميز، هم بكبرهم زينين ما شاء الله عليهم. عماركم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين الحين بحرك، بصلي المغرب وبحرك جده شوي هات. زين اللي اريد افهمكم اياه انه من كم يوم ما صرت انا بمدينه خريفه وصورت الله يحفظكم حلقه ويا بنتنا العزيزه العاش عاشه، صورت وياها اسكت، صورت وياها في حلقه عن طبخه صبحيه العيد صباح العيد، وبنزلها الحين، بنزل المقطع متى 40 ثانيه، وارفعوا الشاشه حسب تدخلون في حسابها على اليوتيوب بتشوفون عاد حلقات عندها مميزه. ناهيك عن حلقه ريوق العيد اللي اليوم كانت اول مره ينعرض. طريقتي ولا طريقتي؟ شو تبين؟ بعدين بحط البلاويه. ايوه
أول بعد تحطين اللي هو الزيت العادي. وشي جهزت عندي تتبيلة اللحم، بس لازم أتأكد إني أخلطه عدل. نقعت 4 أكواب عيش في ماي بارد لمدة ساعة، ويلا نبدأ نحضر العيش. هذا هو بخور العيد بالنسبة لي. أيوه. ولا بيا تفضلي. والله ما أخذ 20. ما بأربع ورقات قم ب20. كم تبين؟ قلت لك خالتي ايش حلا تعطني؟ خالتك خلتها شوتش شيخه خالتك، انا ابوي ما طالع على خالتك. لا ترى الجوده من الجدود ماشي من الموجود، يعني كريمه لا انا 20 ضمك ترى الحين قاعد تصور ثاني. ها؟ حط الفلتر الله يخليك. بعد فلتر؟ الحين شو تبين؟ تبين هنا هاي قوم ب20. الحين انت موعدني عمي، انت ومن هالك هي غندي وعيدي. عيدي وهاي شو ما بعيدية؟ لا لا. قوم ب20. العشرينات عايش يصورون الالاف لا مو الالاف بس عيدية محترمة. عيدية اكثر عن 40 انا ما اعطي. انا ما اصور بس انا ما امسكها ما خافي من الله. هدى بنجلبهن تومان. بالتومان كم يظهر؟ كيف تومان؟ تومان فلوس مال ايران. والله اسم الايران فلوس مال ايران غدو ايران اخويا صفر. حيد 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 والله عمي. الحين شو تبينها ولا ما تبينها؟ ترى حال بستخدمه يوم بتصير شيراز. ما بتصير شيراز؟ ليش راح شيراز؟ بياخذ هذا ولد خالة السفير وصي قال انا باخذها. كان هبوي تطبخ طبخ مغربي، هي حرمه وهي تدير شؤون البيت. شو رايك؟ السفير لا دريول السفير. السفير ليش الحين؟ انا دريول السفير الحين بالله. شوفوا يا الناس انا نسال دريول. وعجيب لا دريول عيبه لا بمنكر ولا بيور. دريول شو المشكلة في الدريول؟ والله انت بعب بطرانة وحبيتش مجلوبة. بياخذ دريول السفير كلب فيهن تومان سيري. وين اقلبهم تومان؟ تومان بتصير شيراز. ليش شو هذا مسوي في شيراز؟ وين البلاد تاني شيراز؟ ما اعرف انا كان عارف المغرب والامارات. انا اقول لك هذا انت بينهن شليه ما تبينهن دوري لك درام. هلا مو واخذة عيدية من عندك. بس برايك اللي عطتك ام محمد استديت وياه. وعدنك قلت بعطيك عيدية. هذه نص من عندي ونص من منهل. شو هذه نص؟ شو نص هاي؟ ربطة بيزات. ربطة ترى فيها 5 حبات. والله ما بخمس، هاي أكثر عن 10. كم حسبها ليكونوا وايدات؟ صبر 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 حسبي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 240 لا أخويا هذو مو مقبولين عندي. يبيهن والله ما تشوفين غيرهن. والله خافي من الله. هي لا تقولين ما قلت لك. حالف ما تشوفين غيرهم ما اخذتين. قولي خذيتن وراضه تبهن. الله يخليك عمي. قول لا قولي راضه تبهن. وين اعطيتني زياده زين؟ هذا راضي ابي ما عمي لا ولا وين اعطيتني زياده زين؟ وما اعطيتني انا ما بزعلانه. زياده زين اذا ما اعطيتيني مو زعلانه. هي الفلوس كيف تدل الانسان؟ استنى عمي امسك الفلوس وحتى تشوف شو حتسوي. انت ومن هل ها؟ جيب من هل طلع. البخل في الدنيا فيك تتاي وليت بحر عمي. بل ترى انا بخيل؟ الناس كلها قاعده تشوف فيك الحين. انت يا بني ما بقى مربيه هاي. ها؟ هذا رقم سامان زي برا. تتفلتر. الحين ينت العيادي ولا لا؟ العيادي. الحين هرد ابغى كم اكثر هن؟ لا هاي العجلاء هاي لاك. كيف هاي لاك؟ هذه من عند من هل؟ انزين. هذه من عند سعود. انزين. 20 درهم من عندك. كذبتي من حبيتي لين مشيتي يا الكذوب. سعود اعطاه 500. كذابه سعود اعطاها 20. 500؟ والله لا اجتله. قرب الله 500؟ ترى انت الوحيد اللي في البيت اللي ما تطلع فلوس. طلعت روحك عسله يا النسله. كلهم يطلعون فلوس الا انت سبحان الله. حتى الحين بحط فلتر هذا ابو ذنين. بحط الحين فلتر هذي ظهرت شو فيه؟ لا لا تحط شرات الساحرة. ابو ودني كي طلع الانسان جميل حط فلتر العادي. فلتر ما فلتر فلتر تي فينا تحب ما الناس معش كي دايرين فلتر ما فلتر. كل الناس اللي طالعين في الشارع يقول لك هدى.
شو ينادونك في الشارع؟ انا ما يعرفني احد الشارع، صرت اتغشى. هدى طاجن ولا هدى فلتر؟ لا لا، هدى على بيو جدي قال لك هدى طاجن. هذه يلا يرضي لك بنيتي هدى، غير سميتي طاجن. سير عمي سير انت غادي للمغرب، غادي تلقاو لك في المطعم. طرش حد يجتلني؟ لا لا طرش لي عصابه. شو اسمها بقعكم هدى هناك؟ من ازمور. ازمور ولا ازمير؟ ازمور ولا ازمير؟ أزمي أزمير وين؟ تركيا. أزمير في تركيا. يمكن أنت أصلت من تركيا؟ يمكن. إيه. ليش؟ جيب قزت قز واحدة من هال تركيا، قزوزك قزوز تركية. شو ما قزوز؟ القزوز. بس إن شاء الله تدعي علي الحين. جيب هدية يا عمي والله. وانها ما تشكر ولا تقول الحمد لله. اعطيتها قوم ب 10 ورديت اعطيتها نوت ب 500 وما بيايزلها. والله كم تبي؟ تبي مليون؟ عمي والله الحمد لله والشكر لله، انت مو باخي والله. عادي نعمة، انت يكفي انك مقعدني في بيتك ومع عيالك وام محمد. يا ربي الفلوس ترى من الابوات تروح وتروح. قرب هاي نعمة تسبين للنعمة؟ لم الفلوس يبيهن. زين يبيهن. شوفي انا الله. 20 درهم 20 كذبت. رقم واحد الصحة، ما عليك انت عقلنا ظهر باهي. ليش بيشوفون عويناتك العرب؟ I'm gonna make it through.